أريد المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم. اليوم دور ثمانية وجديات بدات. الحمد لله، كما تشوف التقينا بصديقنا من قديم الزمان، هذا هو صديقي الصحفي التونسي. الحمد لله انا جد فرحان من التقيت بصديق ديالي موت ما شفتوش، انا التقيت به تنشكرو وتنشكر الجمهوريه التونسيه الحمد لله على الحضور ديالها وعلى المنتخب ديالها الكويس، ورغم ما ظهرش في الدور الاول ولكن غادي يقول كلمة ان شاء الله في الدور الثاني. احنا الحمد لله كمغاربه فرحانين بهم، بالجمهور التونسي والليبي والجزائري والمصري. الحمد لله هذا غير دليل على الحمد لله ان المنتخبات جاهزه، اللي تنتمنى ان شاء الله من المنتخب المغربي ان يحقق النتيجه اليوم امام البنين ان شاء الله 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله كاع العرب ان شاء الله، لا تونس لا مصر لا الجزائر لا المغرب، ان شاء الله يحققوا شي نتيجه ايجابيه، وتونس خوتنا والجزائر خوتنا وكاع العرب خوتنا الحمد لله. ان شاء الله اول كاس، اول كاس الحمد لله، اول كاس ان شاء الله غادي نديو ان شاء الله المغرب، لمانا ان شاء الله وحده في العرب، اما تونس كي الجزائر كي المغرب. تونس برشا برشا مليح كويس، وكنت نشكر الجاليه التونسيه والجاليه المصريه والجاليه الجزائريه، حنا خاوه خاوه، كنا عرب خاوه خاوه، وكنتمنى الانتصار ان شاء الله للفريق الوطني اليوم. من الجزائر عشان نشجعوا المنتخب المغربي ان شاء الله يفوز اليوم. 1 2 3 فيفا الجيري، 1 2 3 فيفا ماروك، 1 2 3 فيفا لا تونيزي. هاي سامي خاوه خاوه. تحية المغرب، 1 2 3 فيفا الجيري، جيتو تشجعوا في المغرب، كلبوا رب مع المغرب خويا، خوا خوا خوتنا المغاربه ان شاء الله، وان شاء الله تربحوا ان شاء الله، وانا معكم ان شاء الله، معكم مع المغاربه كومبليت تونس. المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.